أعمدة دخان كثيفة انبعثت ظهر اليوم من خط لأنابيب النفط قرب مدينة حمص السورية وفق ما أفاد به شهود عيان. المحتجون ضد النظام في مدينة حمص نفوا أي مسؤولية لهم عن هذا الحادث، متهمين السلطات السورية بافتعال الانفجار لتشويه صورة المحتجين الذين يصرون على مواصلة الحركة الاحتجاجية رغم الثمن الباهظ الذي يدفعونه كل يوم بين قتلى وجرحى. حادث انفجار الأنبوب الذي ينقل النفط من شرق البلاد إلى مصفات بحمص هو الثالث الذي تشهده سوريا منذ انطلاق الاحتجاجات.